بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 126. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيف هذه الليلة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. لمطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلته، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائر بعث عددا من الأسئلة لم يذكر اسمه ولم يرمز له، يقول: ما حكم زيارة أحد الجيران بعد أن عرفنا عنه أنه رجل يعمل بالشعوذة، وهل الأكل عنده محرم وزيارته محرمة، مع العلم أنه قد يغضب ويهدد أولادي بالجن إذا علم أني تركت زيارته، وما توجيهكم لنا جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الشعوذة من السحر، الذي يستعمل الشعوذة ساحر، والساحر كافر، قوله سبحانه وتعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر كفر، وتعلمه وتعليمه كفر، والعمل به كفر. ولا يجوز الذهاب إلى الساحر إلا على وجه الإنكار عليه والأخذ على يده ومنعه من السحر. أما الذهاب إليه للجلوس عنده والاستئناس به فهذا أمر محرم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. والساحر أعظم من الكاهن، أو يقال الكهانة عامة يدخل فيها الساحر. فالحاصل أنه لا يجوز الذهاب إليه ولا الجلوس عنده إلا على وجه الإنكار عليه وإقامة الحجة عليه من أجل إبلاغ المسؤولين عنه للأخذ على يده ومن أجل إجراء اللازم عليه والحكم الشرعي عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا مرض الشخص مرضا طويلا فكيف يفرق بين الابتلاء وتكفير الذنوب؟ على حسب حاله، والغالب أن الإنسان لا يخلو من الذنوب. قال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الغالب أو الكل أن ما يصيب الإنسان إنما هو بسبب ذنوبه، لأنه مقصر في حق الله سبحانه وتعالى ومقصر في شكر النعم، فعليه أن يحاسب نفسه وأن يتوب إلى الله جل وعلا، هذا هو الذي يجب عليه. أما كون هذا المرض ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، نعم هو ابتلاء بسبب الذنوب، ابتلاء بسبب الذنوب وعقوبة بسبب الذنوب. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: هل يجوز أن أجلس مع أولاد عمي وأولاد خالي وأنا في أتم الحجاب، أم لا أجالسهم بتة دون الخلوة بهم؟ يجوز للمرأة أن تجالس الرجال ولو كانوا من غير محارمها، لكن بشرط أن تكون على حيز ولا تختلط معهم وأن تكون متحجبة الحجاب الكامل. نعم. من ذلك أمن الفتنة؟ لأجل أمن الفتنة. نعم. تقول: ماذا لو قلت لو ربي وفقني مثلا فكسبت جائزة تصدقت منها وما حصل الكسب، هل علي إثم؟ مع العلم أني سوف أتصدق من هذا المال وبدونه ليس لي مال أتصدق منه، فما حكم ذلك؟ إذا قلت لو رزقني الله مالا لتصدقت منه، هل يعتبر من النذر؟ إذا رزقك الله المال يجب عليك أن تتصدقي منه وفاء بالنذر، وإذا لم تتصدقي منه تركت الواجب وهو الوفاء بالنذر، لأن الصدقة طاعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فإذا لم يحصل لها الكسب ولا جائزة، إذا لم يحصل الكسب ما حصل الشرط، وإذا لم يحصل الشرط لم يحصل المشروع، فهذا نذر معلق على شرط. إن حصل الشرط ورزقها الله وجب عليها الوفاء، وإذا لم يحصل لها شيء فلا ليس عليها شيء لأنه لم يحصل الشرط. هو يا شيخ ينعقد نذرا ولو قالت لو رزقني الله الجائزة
تصدقت ولو بأي صيغة من هذا الالتزام. نعم هذا التزام ينعقد نذرا. اي نعم هذا التزام في انها تتصدق اذا رزقها الله او حصلت على الجائزة المباحة. هذا التزام. ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. نعم سلامكم الله. تقول زوج بنت أخي هل هو محرم لي وهل يجوز أن أظهر عليه مع تغطية شعري؟ زوج بنت أخي نعم ليس محرما لها، العمة ليست محرما لزوج بنت الأخ. نعم تقول وهل لي أن أظهر عليه مع تغطية شعري ولبس ملابس ساترة دون تبرج؟ لا بأس أن تظهر وهي متحجبة، تظهر أمامه وهي متحجبة كمال التحجب، لكن لا تخلو معه، تكشف عن وجهها ولا متحجبة. قلنا تقول مع تغطية شعري ما يكفي، لازم تغطي وجهها وجميع بدنها عنه لأنه أجنبي ولا تخلو معه أيضا. نعم وهل أخوه يجوز لي أن أجالسه أم زوج بنت أخي فقط؟ نعم تقول وهل أخوه يجوز لي مجالسته أم زوج بنت أخي فقط؟ كل الرجال الذين ليسوا من محارمها يلزمها الحجاب عنهم، ولا مانع أن تجلس معهم لكن من غير اختلاط ومن غير خلوة وأن تكون متحجبة إذا أمنت الفتنة. نعم أحسن الله إليكم. هذا مستمع من الجزائر رياض المستعين بالله، يقول يوجد عندنا في المدينة إمام يصلي بنا لكنه لا يفعل بعض السنن مثل القبض فهو يشتل يديه ومثل الاستراحة، علما أنه يعرف أنها سنة لكنه لا يفعلها إلى بعض الأشياء الأخرى التي لا يفعلها، فهل يجب علينا اتباع هذا الإمام عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، أم يجب علينا اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام عملا بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي؟ نعم قبض اليدين على الصدر هذا سنة، فإذا تركه الإمام فإن هذا لا يخل بإمامته ولا يمنع من الصلاة خلفه لأنه تارك لسنة، ولكن أنتم تعملون بالسنة فتقبضون أيديكم على صدوركم ولو كان الإمام لا يعمل بذلك، أنتم اعملوا بالسنة. وأما أنه لا يجلس للاستراحة، جلسة الاستراحة الجمهور على أنها غير مشروعة، وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما ثقل عليه الصلاة والسلام، فهو فعلها للحاجة لا لأجل التشريع في الصلاة، فالصحيح أنها غير مشروعة. نعم والحاصل أن الإمام إذا ترك شيئا من سنن الصلاة فهذا لا يمنع من الصلاة خلفه، ولكن المأموم يأتي بهذه السنن. نعم السلام عليكم. يقول هل يجوز قراءة المصحف ولمسه دون وضوء؟ القراءة عن ظهر قلب يعني حفظ لا بأس بها لغير المتوضئ الذي عليه حدث أصغر، أما مس المصحف مباشرة بدون حائل فهذا لا يجوز إلا بالوضوء، قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم قال وهل يجوز للجنوب قراءة المصحف ولمسه؟ الجنوب لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجنابة تمنعه من قراءة القرآن، فالجنوب لا يقرأ القرآن مطلقة لا عن ظهر قلب ولا من المصحف. نعم السلام عليكم. يقول حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن هل هو صحيح؟ حديث ضعيف، ولكن بعض العلماء يقيس الحائض على الجنب، إذا كان الجنب لا يقرأ القرآن فالحائض مثله لأن الكل حدث أكبر. نعم يقول الحديث الوارد عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في سورة قل هو الله أحد، ما تمام هذا الحديث؟ سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، هذا الذي ورد عن النبي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن يعني في الثواب والأجر بما تتضمنه هذه السورة من المعاني العظيمة، لأنها صفة الرحمن سبحانه وتعالى، فهي تعادل في الأجر ثلث القرآن، لأن القرآن ثلاثة أقسام، إما أخبار عن الله سبحانه وتعالى وأخبار عن أمور الغيب وأخبار عن الأمم السابقة مما ينفع الناس ويعظهم، وإما أحكام تشريعية في العبادات والمعاملات وبيان الحلال والحرام، وإما إخبار عن الله جل وعلا توحيده وأسمائه وصفاته. فسورة الإخلاص في هذا القسم في الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، فهي تعدل ثلث القرآن بهذا المعنى. نعم أحسنكم الله.
يقول في آخر سؤال له: ما السنة عند السجود؟ هل هي تقديم اليدين على الركبتين أم عكس ذلك؟ السنة أن المصلي إذا خر للسجود أول ما يقع على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه، ويخالف بروك البعير، فإن البعير على العكس، أول ما يقع على الأرض يداه ثم ركبتاه هذا البعير، وقد نهينا عن التشبه بالبعير فنخالف صفة بروك البعير. نعم. جابكم الله. المستمع ألف ميم عين من دمشق من الجمهورية السورية يقول في سؤاله الأول: أخي برز فكه الأسفل وانحرف قليلا إلى الأمام، ولا يشكو من مشكلة بسببه في الوقت الحاضر، لكنه يريد أن يعمل عملية لإعادة فكه إلى وضعه الأصلي، ويريد أن يعرف رأيكم فيها، هل تجوز دينا أم لا؟ لا بأس بذلك، فهذا من العلاج، لا بأس أن يعالج فكه ليعود على وضعه الصحيح الخير، وأن يذهب عنه ما أصابه من الخلل. التداوي والعلاج أمر مباح والحمد لله. نعم. سائلة من الجمهورية السورية أيضا تقول: يوجد لدي مشكلة، وهي أن شعري قصير ومميز جدا ولا يطول أبدا، وقد تقدم لي شاب وطلبني للزواج، وبعد الاستخارة ارتحت له، وأنا محتارة هل أخبره عن شعري أم لا، أم ذلك اعتراض على حكم الله، وجهوني جزاكم الله خيرا. من السنة أن الخاطب ينظر إلى مخطوبته، ينظر منها ما يدعوه ويراغبه الزواج منها، فإن نظر إليك وأظهرت له هذا الشيء فلا بأس بذلك، وإن لم ينظر إليك فأخبريه عن هذا الشيء. نعم. تقول: هل الغازات بدون رائحة تبطل الوضوء؟ فأنا أعاني منها كثيرا، وقد أتوضأ أكثر من 10 مرات في الفرد الواحد. كل ما خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء بالريح أو غيره، ما خرج من السبيلين القبل والدبر فإنه ينقض الوضوء بالريح أو غيره، فإذا تحققت من الخروج بالخروج الشيء فإنه ينتقض الوضوء، أما إذا كان مجرد شك بعد الطهارة، حصل عندك شك هل خرج منك شيء أو لم يخرج، فالأصل بقاء الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فاليقين لا يزول بالشك. نعم. صلى الله عليه. المستمع يا ميم عين مقيم بالمملكة يقول: نحن نعيش في الريف، ومن الطبيعي السلام على الحريم هناك من العائلة وخارج العائلة باليد، وإذا لم يسلم الواحد منا يقال عنه متكبر، فما حكم ذلك؟ يكفي السلام بالكلام، وأما المصافحة للنساء غير المحارم فإنها لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء وكان يبايعهن بالكلام. قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط. فلا تجوز مصافحة النساء لما فيها النساء غير المحارم وغير الزوجة، لا تجوز لما في ذلك من الفتنة، وكون هذا يخالف عادات أهل بلدكم أو جماعتكم هذا لا يشوه فعل المحرم. الواجب على المسلمين أن يتركوا العوائد التي تخالف الشرع، ولا يجوز لهم أن يخضعوا الشرع في عوائدهم وأفعالهم هم، واجب العكس، أن الشرع هو الذي يحكم العوائد ويحكم الأفعال والعادات والتقاليد. نعم. أثابكم الله. يقول: هل قراءة القرآن مني لوالدي تصلهم بعد وفاتهم، مثل الكهف يوم الجمعة وفي أيام رمضان وغيره، وبماذا أدعو لهم؟ هذا أمر غير مشروع، قراءة القرآن للميت أو للغير هذا غير مشروع وغير وارد، الذي ينفع الميت ما ورد به الدليل، وهو الدعاء له والاستغفار له، الصدقة عنه، وفاء ديونه إذا كان عليه ديون، الحج أو العمرة عنه، هذا الذي وردت به الأدلة. أما قراءة القرآن عن الميت هذا شيء لم يرد به دليل، والعبادات توقيفية لا يفعل منها شيء إلا بدليل. نعم. يقول: هل الصدقة الجارية مني تصل إلى والدي؟ نعم، الصدقة الجارية وهي الوقف تصل إلى والدي. وهل الأصح فإذا وقفت وقفا، صدقة الجارية معناها الوقف، فإذا وقفت وقفا وجعلت غلته لوالدك ثوابها يصل إلى والدك هذا شيء طيب، أو تصدقت عنه صدقة غير وقف، كل هذا ينفع الميت بإذن الله. نعم. يقول: هل أصح أن تكون في بناء مسجد، أم تكون مبلغ شهريا للأسر الفقيرة حتى أكون بارا بهما قبل الوفاة وبعدها؟ حسب الحاجة، إذا كانت حاجة الفقراء أشد من بناء المسجد فإنك تقدم حاجة الفقراء، إذا كان العكس بناء المسجد الحاجة إليها أشد فإنك تبني المسجد، فتنظر في ما هو أشد حاجة للناس. نعم.
في القرية الحريم تزور القبور للقراءة على الأموات في المناسبات والأعياد، فهل هذا جائز؟ هذا محرم من جهتين. الجهة الأولى أن النساء ممنوعات من زيارة القبور، قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. المرأة ممنوعة وملعونة إذا زارت القبور بنص هذا الحديث. وزيارتها للقبور كبيرة من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا على كبير. والأمر الثاني قراءة القرآن للقبور، هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تشرع لا للرجال ولا للنساء، لكن المشروع للأموات الدعاء لهم والاستغفار لهم، تصدق عنهم، وعمل القرب التي جاء الدليل بها. أما قراءة القرآن لهم ولو كان ما هو عند القبور، ولو كان في بيت، هذا غير مشروع. وإذا كانت القراءة عند القبور فهذا أشد بدعة، لأن هذا شيء لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشروع عند زيارة القبور للرجال أن يدعو المسلم للميت ويستغفر له. نعم. أحسن الله إليكم. المرسلة ميم الرشيدي تقول: هل الميت إذا مات وبقي يوما أو يومين وهو في ثلاجة لم يدفن، هل تأتيه الملائكة أم لا؟ وهل يعرف نفسه أنه من المنعمين أو المعذبين؟ وهل يدري عن سعادة أبنائه أو شقاوتهم في الدنيا؟ أما مجيء الملائكة إليه فلا نعلم، الله أعلم بذلك. وأما بقاؤه في الثلاجة يوم أو يومين وأنه ينعم أو يعذب، هذا نعم، الميت إذا مات صار في دار البرزخ، من حين تخرج روحه وهو في دار البرزخ، وينعم ويعذب سواء كان في القبر أو خارج القبر. يأتيه من النعيم إن كان من أهل الخير، ويأتيه من العذاب إن كان من أهل الشر ولو لم يدفن. نعم. تقول: ما حكم الزيادة على الصاع في زكاة الفطر على أفراد الأسرة؟ هل لا بد من عدد أفراد الأسرة فقط ولا تجوز الزيادة عنهم أم لا؟ لا بد من إخراج صاع عن كل فرد، هذا واجب لا بد منه، وهو 3 كيلو عن كل فرد. وأما الزيادة فلا بأس بها، زيادة خير. إذا زاد عن الصاع عن كل فرد هذا زيادة خير وصدقة. نعم. تقول: إذا طفت وسعيت وخرجت من العمرة دون أن أقص من شعري نسيانا، فما الحكم؟ الحكم أنها لا تكمل العمرة إلا بقص الشعر، تقص الشعر ولو مضى وقت ولو كانت في أي مكان ولو في بلد، تقص الشعر لتكمل عمرتها. وإن كان حصل عليها جماع قبل أن تقص شعرها فإنها تجب عليها فدية، تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء. أما إذا لم يحصل عليها جماع فالواجب عليها القص، ولا تكمل عمرتها إلا بذلك. نعم. تقول: هل الأحاديث الآتية صحيحة أم لا، وهي أن من قرأ سورة الكهف كان له نور، ومن قرأ سورة الملك خفف عنه العذاب، ومن قرأ الواقعة وقاه الله الفقر؟ من قرأ سورة الكهف ورد فيها حديث ضعيف أنها تكون له نور ما بين السماء والأرض، وذلك في يوم الجمعة، ورد فيها حديث لكنه ضعيف. ونعم. ومن قرأ سورة الملك خفف عنه العذاب، هذا ورد نعم أنها تشفع، سورة 20 آية شفعت لصاحبها أو من قرأها بتخفيف عذاب القبر. نعم. ومن قرأ الواقعة وقاه الله من الفقر، ورد في هذا أثر أن قراءة الواقعة أن فيها وقاية من الفقر. نعم. تقول: إذا طفت في البرقع في الحج مع عدم علمي أنهم ذهبون إلى الطواف، فما حكم عملي؟ البرقع محظور على المرأة وهي محرمة، يجب عليها أن تنزعه وأن تغطي وجهها بالخمار. فإذا كانت متعمدة للبس البرقع وهي تعلم أنه لا يجوز لها، فعليها فدية، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح الشاة، مخيرة بين هذه الأمور. أما إذا كانت لا تعلم فإنها لا تؤاخذ، ليس عليها شيء. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المرسل من مكة يقول: بعض الشباب إذا نصحته عن خطئه قال: نحن شباب وسوف نتوب إذا صرنا كبارا، فما توجيهكم وكيف نرد على هذه الكلمة؟ هذا الكلام من الشيطان، لا يجوز للإنسان أن يؤخر التوبة ويقول: أنا أتوب في المستقبل. وما الذي يدريك أنك تدرك المستقبل؟ فقد تموت في الحال. الله جل وعلا يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. فالواجب المبادرة بالتوبة وعدم التأخير وعدم التسويف، لأن التأخير معه يكون معه التمادي في الذنوب.
والتأخير أيضا قد لا تدرك هذا الوقت الذي أخرت التوبة إليه فتموت وأنت غير تائب. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام، تفضل بالجواب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الجواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. ونحن نتلقى أسئلتكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. حتى نلقاكم نستودعكم الله. هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت خالد منور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.